وهكا نحنا مانيش فاهمه ما خذتك انت ولا ابوك يا اخي شحال لينا انا بدي فلت اكثر منك هماني صار على هم الدنيا وكا فديت راني ماشي جايين نهار كامل عصبي طارات ارحمني شويه فديت منك ومن ابوك حاول لا قوة إلا بالله بابا 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 قوم ننظف لك ايه قوم عايش بابا ايه بابا سنيك العادة غير نظف له وحدك مانيش مطلوبة فيه هنا راهو بوك وبلي باش نسألك يا اخي هو بوك وحدك وين اخوك ولا خاطر مرته فوق راسها ريشة برا برا شوفوا حال لنا تعبت راني اهلا بيك سام اهلا بيك ناصر وينك سافا والله الحمد لله اسمعني ناصر انا تو باش نخرج لبلاصه مو ايمات ماشي بعد امه مساج يجيب لك بابا بحذاك يجيبو يجيبو شنو نقول لك يا اخي جيبو به كلمني حاسيلو كي تجي يرحم والديك اوكي هاي باي هاي باي شبيك سام يقلي باش يجيب بابا بحذانا بوك يجي بحذانا هاي علي سامحني نيقص انا باش نقعد قاسي فيه بوك باش نعمل له وتعرفني انا فواياجيت ومشي جاي وما نقعدش في الدار معناتها شنو باش نعمل انا شنو الحل باش يجي بحذايا صحابي شنو باش نقول لهم شكون هذيك يقول لي شنو الحل تصرف ما يهمنيش هزو دا العجز ارتحنا بهي هيا تو نمشيو تو نشوفوا له حل السلامة هذا بابا اللي حكيت لك عليه باش يجي بحذاكم وكيما تفهمنا معناها شريط توصل كل شهر كامل وكا هاو بحذاك اوكي تمام هاي جا حاجة وارتحنا منها خير بصراحة هنا يتلهوا بها أكثر وعلى عينيهم وكا بابا وينك بالله؟ شكون بوك؟ حبيب لا ماما حبيب؟ هاي عامله حبيب دوي مللا دوي مللا؟ كيف هي؟ لا شو نقلك جيت وجلت لما وصلنا بيه للسبيطار لما توفى تو عرفتوا قيمتوا بوكم بعد ما كبركم وقراكم وربيكم وردكم رجاله رميتوه وتعيشتوه ربي يهديكم وكا ربي يهديكم وكا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما